مشاهدينا معكم على الهواء من خلال قناة رؤيا، وأيضا ضيفنا طبعا دولة الرئيس طاهر المصري. دولتك الآن، اسمح لي إذا ممكن نأخذ بعض الآراء السياسية. أنت كرمت، أنا بحب أسمع وأستغل وجودك بيننا. تفضل، بس بلاش نضلنا نقول دولة ودولة أبو نشأت، معلش. بصير أنا أصلا جمال يقول لك عمو، الصراحة هيك يعني فيها حميمية أكثر. والله بصير تؤمن الأمر. أبو نشأت 1950 وحدة الضفتين، نعم، الضفة الشرقية والضفة الغربية، نعم. أيضا سنة 1988، نعم، موضوع فك الارتباط ما بين، نعم، الضفتين إن كان الغربية والشرقية. أنت كان لك بكل صراحة يعني مواقف نقدر نسميها يعني مواقف وطنية ذات بعد قومي، نعم، وأيدت الوحدة، وبعدين يعني كنت مع الوحدة، وبعدين حتى ما كنت راضي يمكن داخليا بموضوع فك الارتباط. صحيح، لأني كنت مع الوحدة، وبعتقد بأنه كانت وحدة عظيمة، ونمت الضفتين على هالأساس، وأصبحت هناك دولة محترمة قوية لها مستقبل. لكن صارت الظروف وصار فك الارتباط. وأنا يعني كنت وزير خارجية، و يعني ما بدي أدخل بالتفاصيل لأنها انتهت زمان هذا الكلام، لكن من ذلك المنطلق بأنه الضفة الغربية احتلت من الأردن وكانت معتبرة أراضي أردنية، فكان يجب أن تبقى المسؤولية على الأردن، وإمكانيات تحريرها والشغل اللي اشتغله الملك حسين الله يرحمه بموضوع إعادة الضفة الغربية كان شغل جبار، وللمصلحة الفلسطينية أن يقوم الأردن بالتفاوض عن الضفة الغربية وعن الجزء الفلسطيني من المملكة لاستعادتها. لكن وطلعت من الوزارة في تلك الفترة، لكن الآن هذا أمر انتهى، ونتج عنه حقائق على الأرض مختلفة. الآن في سلطة وطنية فلسطينية، صارت دولة تقريبا شبه يعني على وشك تحصل على اعترافات باستقلالها. الأردن أجرى انتخابات نيابية 4-5 انتخابات على أساس أنه الضفة الشرقية، فتكون أمر واقع يعني لا نستطيع تجاهله أو إلغائه. نعم. هذه من جانب آخر بعتقد أنه الآن أنه قرار فك الارتباط أفاد القضية الفلسطينية بمعنى أنه ركز وأبرز وصقل الهوية الفلسطينية والكيان الفلسطيني لكي يصبح هو الكيان الفلسطيني الذي يواجه المشروع الصهيوني مدعوما بالأردن وبدول عربية أخرى. فالقرار نعم كنت يعني اعترضت عليه، لكن بعتقد أنه يجب أن نحافظ على ذلك القرار، ونحافظ على أن فلسطين نسعى معهم لتحريرها واستقلالها بكل معنى الكلمة. نعم. أبو نشأت، معالي سمير الحباشنة ذكر بالتقرير بأنه حضرتك سياسي محترف، وإذا بدنا نرجع بشكل سريع لمؤتمر السلام في مدريد أثناء حرب الخليج، كان في اتخذت قرار باستقالة حكومتك و يعني إبقاء البرلمان، خلينا نقول كانت خطوة يمكن سامية جدا بالديمقراطية، أو خطوة ما بتطلع إلا من سياسي محترف. عندك تعليق على هالفترة الزمنية؟ ومن مواطن صالح كمان، من مواطن صالح بالضبط، من مواطن صالح. نعم عندي، بس بدي يعني المشاهدين يتذكروا تلك الأيام، نعم، لأنه هذا الحكي بال91، وفي كان حركة إسلامية في المجلس النواب، كانت حركة قوية، نعم، يعني لها وجود برلماني قوي، نعم، وآخرين. فأسيء فهم الحكومتي وموضوع مدريد وما إلى ذلك لأسباب لا نريد الدخول بها. قومت، صار مقاومة لهذه الحكومة، و يعني تصدينا لتلك الاعتراضات، ولكن صار الأمر يعني أخذ التفاف مهم جدا عندما وقع 50 نائب من 80 بأنه هذه الحكومة لا تتمتع بثقتنا، فصار في احتمال قوي، وكان برلمان قوي وربما أحسن برلمان مر علينا. نعم. منذ، وأنا أعترف بذلك، ولا يعني لا يهمني قول الحقيقة، لأنه لا يعني ليس معيارا هو ما قام به البرلمان ضدي، معياري موضوعي يتعلق بالمصلحة العامة. كان برلمانا قويا، ظلموني، لكن تبقى الحقيقة أنه نتمنى أن تعود أيام ال89 وقوة البرلمان الأردني، والعناصر المشكلة لذلك البرلمان. فصار في عندي أنا، حتى يعني أكون دقيق، جلالة الملك حسين ما وافقني في الأول، في الأيام الأولى، لكن اقتنع معي، و صار يعني كنا فخورين بالديمقراطية الوليدة وبتلك الانتخابات النزيهة. وبدأ الأردن بعد حصار سياسي عربي دولي بسبب موقفه من احتلال الكويت، بدأ الناس تنظر إليه، خصوصا الأوروبيين والديمقراطيين، بأنه هذا البلد يتقدم ديمقراطيا. فإذا حلينا البرلمان، الخلاف بين الحكومة والبرلمان، فالنظرة واللي بدينا نبنيه بده يتراجع، يرجع للمربع الأول. فأنا كان رأيي، وحكيت لجلالة الملك، الوطن أهم، مصلحة الأردن أهم، مش بصيرش نضلنا نفكر إنه رئيس الوزراء ما حدا لازم يمسه ويصيبه وتصاب هيبة الدولة، لا، مش هيك الأمور. فخلينا نطلع هل من مصلحة البلد والعملية الديمقراطية وغيرها والاستقرار الأمني إنه تروح الحكومة وتيجي حكومة ثانية، ولا العكس، يعني نحل البرلمان. فأنا كان رأيي إنه تذهب الحكومة ويبقى الأساس، المبدأ، المفهوم اللي حكينا عنه، وهو المبدأ الديمقراطي النيابي النظيف الذي كان يعبر عن الشعب، وهكذا صار. حلو. فهذا موضوع مبدأ، مش تكتيك سياسي. نعم. هذا اللي صار. حلو. المنصب الأحب والأقرب لقلب طاهر المصري؟ ما في جواب على هذا السؤال، لأنه كل مثلا في ناس بيسألوا مين بتحب أكثر، إمك ولا أبوك؟ بصيرش يعني، هذا له نوع من العاطفة والحب. أيوة. وهذا له نوع، ابنك بتحبه غير عن حبك لأخوك إلى آخره، فمش هيك. يعني ممكن يكون كل واحد له صفته وله لذلك بعرفش يعني، ما احنا بنحبك فيهم كلهم رجل دولي. بدي أسألك سؤال، نقدر نوصف كل منصب بكلمة تزبط؟ طبعا. نبدأ برئيس الوزراء. مسؤولية. رئيس مجلس الأعيان. تجربة مهمة. الوزير. كان كويس. السفير. ممتاز. حلو. لا، وبعدين كانت الدول كمان ايضا مهمه، يعني لما كنت سفير وحكيت لنا في يعني كنت في بريطانيا لفتره 4 اشهر. 4 شهور. لاني بعدين رجعت وزير خارجيه. يعني الملكه اليزابيث ما لحقت تنسى تنسى لقائك، يعني يا دوب سلمت ورحت. لما ودعتها، رحت ودعتها كوزير خارجية، قلت لها مر عنك جلالة الملكة عدد كبير من السفراء الأردنيين، لكن أقصر مدة، أنا بروك ذا ريكورد، 4 أشهر بس. حلو. ذكريات. وابتسمت فقط يعني بهالمناسبة، يعني أنا مش عارفة ليه هلا اتذكرت. بدك توجهي لها تحية ليكون، يعني ليكون أكيد برجع لها تحية إن شاء الله تكون بتحضرنا. لا بس بدي أوجه تحية لمدام سمر، أم نشأت، تعرفنا عليها، ويسعد صباحك، إن شاء الله تكون مستمتعة بحلقة اليوم من حلوة يا دنيا. إن شاء الله. إن شاء الله. أبو نشأة، أنت ذكرت أنه فعلا فلسطين إن شاء الله يعني هي نالت عضو مراقب في الأمم المتحدة، وإن شاء الله إلى طريق الاستقلال ودولة رسمية بإذن الله من خلال الكفاح السياسي والدبلوماسي. ولكن قبل 30 عام أنت قمت بجهد في إدراج مدينة القدس وتحديدا مدينة القدس الشرقية في كل إرثها التاريخي، أضفتها إلى اليونسكو وصار في اعتراف دولي بأنها مدينة بسموها تحمل إرث أو نسيت يعني أنا بصراحة مسجلة على قائمة اليونسكو الإرث المهددة، الإرث أولا من الإرث العالمي، التراث العالمي، التراث العالمي، نعم. التراث العالمي. لكن هذه الخطوة الأولى، ومعروف أن القدس من التراث العالمي يعني بدهاش نقاش، لكن الأهم من ذلك هو ما قمنا به السنة اللي بعديها، بأنه كان الحفريات ولا زالت على الحفريات على بالأقصى وبالقدس، فاستطعت أنه أو استطاعت الأردن أن تسجل القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. أيوة. هذه النقطة، وأنا يعني حزين أنه بعد ما هذا يعني إنجاز جيد جدا بالنسبة للقدس ومن قبل منظمة معنية بالتراث، فلم تقم الدول العربية ولا منظمة التحرير أو السلطة الوطنية بالإلحاح على هذا القرار اللي باليونسكو حتى ياخذوا إجراءات ضد الحفريات والتهويد اللي عم بيتم. فهو موجود للأسف على الرف، لكن لم يستعمل. لكن يسجل للأردن أنه هذا تم عمله بوقت مبكر، يعني هذا الحكي هو سنة 81. نعم. حلو. وأنا بفخر أنه أنا كان لي دور بهذا القرار. نعم. بس شو تغلبت، هلكوني من وأمريكا كانت ضد القرار، وبلد زي نيبال مثلا كانت عضو باللجنة، كيف بدي أثر على نيبال؟ تقنعهم. شو في بيننا وبين النيباليين؟ أقنعناهم وصوتوا ونفذنا. يلا الحمد لله وإن شاء الله يا رب يصير في يعني خطوات أكثر وأكثر بمشوار ال1000. والله صرت محذر وحاكي ومنبه كذا مرة بالموضوع، بس فلسطين هي بالإنجليزي حسب ما هي الآن صار non-voting member، فهي أصبحت member يعني عضو، لكن لا يحق لها التصويت. مش مراقب. هي في المرة الأولى مراقب، نعم عفوا. نعم في المرة الأولى. فهي عضو زي الآخرين لكن لا يحق لها التصويت. نعم. احنا رح نتابع حديثنا مع أبو نشأة، بس عنا فاصل وراجعين، خليكم معنا.